ممكن تحكي لنا اسمك وعمرك؟ اسمي محمد خالد غزال من الغوطة الشرقية من حرة العواميد. عمري 43 سنة. كيف خرجت من سوريا؟ وشو السبب اللي خلاك تخرج من سوريا؟ والله أنا طلعت من سوريا كنت محاصر بالغوطة اجت قذيفة علينا، صابت أنا وزوجتي وابني وما ظل، يعني صرنا نعاني كثير، يعني قلة أكل ومرض، لا في مصاري، لا في أكل، لا في شيء، ما في مي، ما في مركوب، ما في كذا. الله يسرنا وطلعنا وظلنا جايين مباشرة على الساتر، على الساتر الوطني. يا ويلي فلجن الدهر كم مرة فلو جي ومهاب من الفقر لو ربنا فلو جي. يا ابوي يا ابوي لحي كل شعبك فلو جي وبوس ما تبقى من حبات الاطرايا. يا 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 أول ما خرجت جيت لوين على الأردن؟ كيف وصلت للأردن؟ والله أول شيء طلعت من الغوطة وطلعت على الشام على دمشق. أنا كنت موظف، لقيت فاصليني عن العمل، إلي خدمة أنا 23 سنة. حاولنا نرجع الوظيفة وكذا ما في مجال. فصار اسمي يعني طلبوني محكمة وكذا ولا أخي ما عاد فيني أضل بالشام وكذا. فطلعت على السويدة ومن السويدة إجيت على الساتر الأردني. فاستقبلونا الشباب الحمد لله رب العالمين. عانينا كثير لو وصلنا على الساتر، يعني ضبنا الأمرين جوع وعطش وتعب ومشي وكذا. فاستقبلونا الشباب والحمد لله رب العالمين، جابونا على عرويشد ومن رويشد على مربع سرحان ودخلنا على الزعتري. قديش قعدت بالزعتري؟ والله قعدت بالزعتري بحدود 9 أشهر 8 أشهر. خيمة أنا ومرتي وولادي، خيمة واحدة. كيف الظروف في المخيم الزعتري؟ والله ظروف مخيم الزعتري بصراحة عدم. عدم عدم. شو الخدمات اللي تتلقوها في مخيم الزعتري؟ يعني بالنسبة للأطفال، التعليم، الصحة، المواد الغذائية. كمواد غذائية كنا ناخذ مواد غذائية، كمونة، كيبونات، أول ما دخلنا كانت كيبونات ب6 دنانير. وكعلاج ما يعني ما فادونا بعلاج، انه انا بدي صورة مرنان مغناطيسي، زوجتي بدها صورة مرنان مغناطيسي للراس، ما فادونا فيها. رحنا على مشفى العون وقدمنا تقارير وكذا والى اخره، ما فادونا الا ابني فقط لا غير، حولوا لي اياه على مشفى الضيل، سوينا له عملية بمشفى الضيل. طيب انت لما خرجت من المخيم كيف خرجت؟ والله انا طلعت من موتي تهريب، طلعت ما عاد قدرت اتحمل. هل عملت بطاقة أمنية في المملكة؟ طلعت على أساس نسوي بطاقة أمنية، فطلبوا مني كفيل وكفالة، ما بعرف حدا هون يعني حدا فادنا، يعني لا بكفالة ولا شيء. رجعنا للمفوضية فقالوا نطلب بالكون في إجراءات من المملكة على أساس إنه بدهم يلغوا الكفالة ويطلعوا هويات للعالم اللي طالعين برا، ما لا تعالجنا. كل ما نروح على مشفى نتعالج يطلبوا منا بطاقة أمنية، وأنا بطاقة أمنية ما معي. طب أنت طبيعة الإصابة كيف أثرت عليك أنت وعلى الأسرة؟
والله يعني بصراحة الإصابة يعني رجعتنا لورا 30 سنة، يعني عدمتنا عدم، ما صفى عندي معيد، ما صفى حدا مين يفوت على بيتي ولو رغيف خبز. لوحت الدنيا شباب يا ليلي يا ليلي يا ليلي ولو ويلي 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 يا ابو البدو يتعب يعرق ضروري بعرق يعرق يا ولد بدو يتعب ضروري بعرق يعرق واصحوا يا اصال النسب يعرق لابد ما ترجع مثل ما كنت يعرق وندعس راس اوباما بدك عايا يا وبا ليلي هيلي 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 ليلي ليلي يا عمي يا وبا عطي واحدة Can you sing one for serious? انت شو طبيعة الإصابة كيف؟ يعني ممكن تشرح لي شو طبيعة الإصابة اللي انت وصلت بها؟ انا والله كانت مصلحتي انا بيعرفوني اهل البلد كليتها انه انا اشتغل بالكهرباء فنزلت قذيفة ضربتني انا على عمود الكهرباء وقعت انا وعمود الكهرباء انكسرت اجري وانكسر فقرتين عندي ضليت 4 أشهر انا متسطح على تخت خشب وحددوا لي موعد دبسوا لي حزام فيه صفايح وحددوا لي موعد مشان عملية فعمليتي بتكلف بهذاك الوقت شي 250 ألف ليرة سوري أنا ما معي لا أملك من 250 ألف ولا 1000 ليرة فالحمد لله رب العالمين صرت أوقف على جري وأمشي شوي على أتسند على الأولاد بعد شوي نزلت قذيفة ثانية تصاوبت زوجتي تصاوب ابني ورديت رجعت تصاوبت أنا انحرقت وكنا ما في مجال يعني كدواء طبية ما فينا طبعا حاليا شو العلاج اللي بتتلقاه في حاليا حاليا ولا شيء شو الأطباء قرروا لك في قرروا إنه أنت بعازل عمل جراحي لأنه الضربة تبعتك بولد عندك ديسكين ديسك على اليمين وديسك على الشمال وحاولنا وسعينا وأهل الخير والله ما قصروا ترى وسألونا وقالوا حق لكن ما حدا استقبلنا لا كمشافي ولا شيء إلا بدهم ما بعرف شو بدهم بطاقة أمنية شو بدهم ما بعرف فإنه هذا طبيعة العمل الجراحي أو التصوير والتحاليل اللي بدهم يجروا لي إياها إله لزوجتي مكلفة طب شو شعورك أنت كلاجئ سوري بالأردن؟ شعوري كلاجئ كحقوق للاجئين اللي زينا ما عم تصلنا 100% يعني عندك ناس عم تاخذ حقوقي وكفاية عنهم عندك ناس عدم ما عم يشوفوا شيء بنوب بنوب كديش المساعدات اللي بتتلقاها من المفوضية؟ أنا باخذ من المفوضية كنت آخذ بالأول 24 دينار على الشخص أول ما طلعت المفوضية من شي 3-4 أشهر بعدين نزلوها ل 13 دينار على الشخص بعدين ردوا حطوني فئة أولى كوني حالة إنسانية وزادوا لي إياها لل 20 دينار فهذا الشهر ردوا نزلوها إنه عدم اكتفاء التمويل وكذا وما شو نزلوها 13 دينار هلا عم اخذ 13 دينار 15 دينار عفوا 15 دينار يعني 145 دينار فقط لا غير 145 دينار شو بدهم يكفوا لتسع اشخاص بالبيت عندي ولد معاق عندي ولد معه مرض الغده كل شهر ونص بده تحليل تي سي اتش وبده دواء علبه دواء كل يوم بياخذ حبه عريق مدى الحياه عمره 8 سنوات
وعندي ولد بده عمل جراحي وانا بدي اعمل جراحي وبدي تصوير، زوجتي بدها تصوير ممان مناطيسي، ما عندي شاب انه ارتكز عليه او اامن فيه او كذا والاخرين، اجر البيت يلا. في عنا سوق هون خضره اسمه سوق خضره، بروحوا الاولاد بيشتغلوا فيه. تنظر على الجهم يا ابوي اهل الكفر، لا تنظر على الجهم، انا جروح اللي ما قدرت يا غالي على الجهم، يا ابوي اهل الكفر لا تنظر على الجهم، انا جروح اللي ما قدرت على الجهم، لك امريكا عبغداد جابت علجهم، وضمير العرب مخبى بالجرايب. بالشر لك ما في رسول واجا بالشر، بشار لابد ما تطير من سوريا يا ابن الاسد، بشار وندعس راس بيك بلك عايا يا 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 ي